يعتقدوا. يا سلام على الجمهور الجزائري الرائع الحاضر هنا بملعب نيلسون مانديلا في هذه الودية الحبية بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الجنوب أفريقي، طبعا في سلسلة الفيفا سيريز تحضيرا للتصفية المونديالية. مشاهدينا الكرام، قلت بين المنتخب الوطني والمنتخب الجنوب أفريقي لطالما كانت المباريات كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا وتعد بالكثير. الجديد في المباريات بين المنتخبين هو أنه المواجهة الأولى بينهما على الأراضي الجزائرية، وإذا كان المنتخب الوطني لعب على الجهة اليمنى كيكانا والعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، يا لها من تسديدة قوية جدا ويا له من إنذار شديد اللهجة. بقي على الجهة اليمنى مايامبيلا يحاول المرور والتسديد، كرة بعيدة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى. مباراة بدايتها صعبة بين المنتخب الوطني. الجهة اليسرى محمد أمين عمورة، تسديدة خطيرة يا بغداد، أوه يا بنجاح لعبت دور المدافع في هذه الكرة ولم تكن مهالة. الجهة اليمنى مايامبيلا والعرضية خطيرة ولكنها بين أحضان من الخلل الموجود على الجناح اليمنى، وتسديدة قوية هنا ولكنها بين أحضان الحارس في الماضية، يستعد للتنفيذ بقوة سدد هنا ولكنها تحولت إلى ماذا قال حكم المباراة؟ إلى ركلة مرمى. تسديدة تيبو موكونا بقوة كبيرة مرت عن أول أهداف المباراة. هل سيستجيب عناصر المنتخب؟ وإذن العودة إلى الجهة اليسرى وبيريمو دييبا، تسديدة بعيدة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى من قبل الرقم 6. مساحات موجودة على الجهة اليسرى، محاولة التوزيع وبين ياسين، هذا المكسب، تمريرة بينية خطيرة، التمريرة البينية باتجاه بنزية، فرصة وإمكانية، التسديدة صفر للمنتخب الوطني الجزائري. ركزوا استمتعوا، ركزوا واستمتعوا ما يفعله داني لاعبون جدد رفقة المنتخب، بينما تحذير بخارج القدم محمد أمين عمورة، أراد أن يباغت الحارس ويليامز لكن الكرة مرت وتحولت إلى ركلة. اكتشاف المواهب واكتشاف اللاعبين أيضا، هذا اللاعب هذا المدرب البوسني الذي كانت له تجربة رفقة لاتسيو الإيطالي وتجربة أيضا رفقة المنتخب السويسري حينها تألق. خروج بشكل رائع على الجهة اليسرى، وصلت خطيرة 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 والدفاع يتدخل. العناصر الجنوب أفريقية، التحضير على الجهة اليمنى، فرصة خطيرة وهدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب أفريقي بواسطة اللاعب تيمبا الذي تمكن من معادلة النتيجة والكفة بعد خطأ في وسط الميدان، وكرة ضائعة كانت من ياسين إبراهيمي وتصفيق زواني حذاري من الاختلالات الدفاعية، فرصة وإمكانية، تسديدة قوية، في منتهى الروعة في منتهى الروعة، هدف تيمبا زواني صراحة في اللقطة والكرة الماضية للمنتخب الجنوب أفريقي. صراحة قلنا بأنه منتخب قوي وقلنا بأنه منتخب بواسطة قندوس التحضير، التسديدة قوية ولكن الحارس ويليامز في المكان بلغة الأكاديمية، والتسديدة القوية ولكنها مرت وتحولت إلى ركلة مرمى لفائدة المنتخب الوطني الجزائري. المنتخب الوطني مشاهدينا الكرام الذي لم ينهزم في مباراة ويترع، بينما قطعت هذه فرصة بغداد وحده، فرصة لإبراهيمي في الشباك في الشباك في الشباك، الغزال الأسمر يعود لمعانقة الشباك من جديد، يعود للتألق من جديد بعد عود جل اللاعبين طوال القامة، رفعت خطيرة على مستوى القائمة الأول، انطلق على الجهة اليسرى، ربح المساحة ياسين، عرضية رائعة كانت، عرضية على مستوى منطقة الجزاء وعلى ربح المساحة ياسين، تقدم ياسين ولكن التسديدة هنا لم تكن كبيرة. كرة على الجهة اليمنى جنوب أفريقيا، مرور سليم، تسديدة قوي والهدف الثالث، والهدف الثالث للمنتخب الجنوب أفريقي في غفلة دفاعية جزائرية مرة أخرى. مر بشكل سريع اللاعب الذي دخل منذ لحظات إلياس موكوانا، لم تمر على أو لم يمر على دخوله سوى
ثلاث دقائق يحاول المرور بشكل رائع بقرار بن سيارة. من الأهداف الرائعة والخيالية، كيف استقبلت الكرة وكيف استدارت وكيف لعبت على جهة الأسرة، فرصة وإمكانية، التحضير، التسديدة أو قندوسي بالرحمة بعيدة كل البعد، الكرة الماضية تتحول إلى ركلة مرمى.